إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم. ولا الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج حوار مع باحث. في حلقة هذا الأسبوع نواصل الاقتراب من الدراسات البحثية الممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن البرنامج البحثي الاستراتيجي لمواجهة جائحة كوفيد-19. حديثنا سيكون مرتبطا هذه المرة بالعاملين الصحيين، فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى الدراسة البحثية التي تأخذ عنوان وتوضح مدى الإصابة بكوفيد-19 عديم الأعراض بين العاملين الصحيين وبدون إدراكهم. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام أرحب بالدكتورة أمل بنت ناصر الشبلي، وهي الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أمل معنا في برنامج حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المهم وإلقاء الضوء على هذه الدراسة وإعطائنا الفرصة للمشاركة بنتائجها للمستمعين. أهلا ومرحبا بك دكتورة، لماذا اخترت هذا الموضوع تحديدا ومن أين تأتي أهمية البحث في موضوع الدراسة؟ في بداية الجائحة كما تعلمون كان الهاجس الكبير بين في المجتمع عن مدى انتشار كوفيد-19 والذي لا يوضح أي أعراض سواء بين المشكلة في أفراد المجتمع أو العاملين الصحيين. فجاءت فكرة البحث من خلال بعض الدراسات التي أجريت عالميا
وأثبتت وجودها وجود هذه الحقيقة. فكان الهاجس بيننا هل هناك فعلا خطورة وهل هناك فعلا إصابة بين أفراد طاقمنا الطبي أو العاملين الصحيين، فقمنا بإجراء هذه الدراسة. نعم، ما المراحل التي مرت بها الدراسة وما الآلية التي تم اعتمادها لمعرفة النتائج ودراسة هذا الموضوع تحديدا بما أنكم تقتربون وتناقشون موضوع العاملين الصحيين؟ طبعا بداية كانت الفكرة موجودة. نعم. بعدما سمعنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقوم بتمويل بعض الأبحاث، قمنا بتقديم الفكرة، وشكر جزيل لهم تم اختيار هذا البحث من ضمن البحوث التي ستمول من قبل الوزارة. بعدها قمنا بالبحث أكثر عن الآلية التي أو الخطوات التي يمكن أن نقوم بها. فكأي بحث علمي هناك آليات معينة يقوم بها الباحث أو لا بد أن يلتزم بها الباحث. فبداية لا بد أن تكون هناك موافقة من اللجنة الأخلاقية للأبحاث الموجودة في جامعة السلطان قابوس. بعدها قمنا بتوزيع الاستمارات الإعلان داخليا في مستشفى جامعة السلطان قابوس لإجراء البحث لفتح المجال لكل العاملين الصحيين في كافة الطبقات أو فئات المختلفة. بعد أن وافقوا على المشاركة في البحث، قمنا بتوزيع استبيان خاص يوضح بعض المعلومات أو الأسئلة التي قد تساعدنا في الوصول لوصف السمات الديموغرافية والسريرية والاجتماعية المرتبطة بحالات الإصابة مع عدم ظهور الأعراض ظاهريا. طيب. قمنا بنشر الاستبيان للمشاركين، وبعدها قمنا بأخذ عينات، العينات أو المسحات المتعارف عليها، مسحة الأنف، مسحة البلعوم، للتأكد من وجود هذا الفيروس أو عدمه. نعم. طيب، يعني الدراسة أوضحت أنه ربما لا تظهر أي أعراض لبعض المرضى الحاملين لفيروس كوفيد-19. نعم. بفضل التدريب العالي والتطبيق المحترف للإجراءات الوقائية لديهم. الآن إذن كيف ستضمنون الوصول إلى معرفة أن ذلك الشخص أو هذا الموظف الذي يعمل ضمن الأطقم الطبية لا تظهر عليه أي أعراض وهو مصاب؟ من ضمن نتائج الدراسة أن 4.1% من العاملين الصحيين بالمستشفى أصيبوا بالفيروس بدون ظهور الأعراض وبدون إدراكهم. نعم. لا بد أن نركز هنا أن ظهور الأعراض هذا دافع للمصاب أو للعامل الصحي من أخذ الاحتراز والفحص مباشرة. نعم. الذي نتج أيضا في من خلال الدراسة أن الذين يعملون في الأقسام التي لا يوجد بها اتصال مباشر مع مرضى كوفيد-19 لديهم معدل إيجابي أعلى عن أقرانهم الذين يعملون في أقسام مرضى كوفيد-19، وذلك يرجح أن تكون العدوى المجتمعية قد لعبت دورا هاما في ذلك. فإذا يعني قارنا بين الفئتين أو بين المجموعتين، تكون 30% الأقسام فيها اتصال مباشر مع المرضى المصابين مقابل 70% في الأقسام التي لا يوجد أو في المجموعة التي لا توجد فيها اتصال مباشر مع مرضى 19. بالإضافة أن الذين يعملون في الأقسام التي يوجد بها اتصال مباشر مع مرضى كوفيد-19 لديهم التزام أعلى بالإجراءات الاحترازية حتى خارج المستشفى، مثل حضور التجمعات، مثل عدد مرات التسوق إلى آخره. ويرجح أيضا ذلك أن العدوى المجتمعي قد لعبت دورا هاما في ذلك. فمن خلال هذه النتائج، خاصة النتيجة الثانية والثالثة، تبين أن حرص الطاقم الطبي أو العاملين الصحيين في داخل المستشفى أكثر أو أعلى، وهذا من خاصة إذا تعاملوا مع مرضى كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض نسبة إصابتهم، وأيضا التزامهم خارج المستشفى ساعد في ذلك، فالنسبة أقل مقارنة مع أقرنائهم. طيب، يعني أنتم أجريتم هذه الدراسة على 583 من العاملين الصحيين في مستشفى الجامعة دكتورة لتحديد مدى إصابتهم بفيروس كوفيد-19 عديم الأعراض عليهم، وهذا الأمر يكون بدون إدراك الأعراض أحيانا. الآن سبب اختيار هذه العينة تحديدا وكيف جاء اختيارها؟
مثل ما أسلفت مسبقا أن لإجراء أي بحث علمي لابد هناك من أسس معينة، فمن ضمن هذه الأسس لابد من اختيار العدد الكافي لإظهار النتيجة. فبعد الاستشارات وبعد بعض الخطوات التي يتم إجراؤها أو الاعتماد عليها، توصلنا إلى أن هذا العدد 500 مثلاً إلى 700 قد يكون كافي لتغطية أو لإظهار إذا كان هناك أي علاقة بين الإصابة وبين عدم ظهور الأعراض. فتم اعتماد العدد واعتمدنا، فتحنا المجال، وهذا ما توصلنا إليه في الوقت المحدد. قد يكون عدد أكبر بقليل أو أكثر بقليل إذا كان هناك متسع ثلاث شهر أو شهرين، لكن التزمنا بهذا العدد لأن اكتفينا بالعدد هذا ووجدنا أنه قد يكون مساعدا في إظهار النتيجة التي نرغب فيها. نعم. طيب، الآن وصولا إلى أهم النتائج من الدراسة، فما أهم النتائج التي توصلتم إليها في هذه الدراسة التي ستعين صنع القرار لاتخاذ إجراءات وقرارات؟ نعم، كما أسفت النسبة 4.1% بين العاملين الصحيين تعتبر نسبة متعارف عليها، ليست بالعالية وليست بالمنخفضة، فهذا يعني أن الالتزامنا بالاحترازات يلعب دورا مهم. بالإضافة إلى ذلك، التزام بتدابير مكافحة العدوى ليس كافيا، فلا بد من الرصد المستمر، المراقبة والتركيز على هذه الاحترازات، خاصة في بداية أي جائحة أو أي انتشار لأي عدوى. وهنا يبرز دور أقسام مكافحة العدوى أو أقسام مكافحة انتشار العدوى وأقسام الجودة في أي مؤسسة صحية، فهم مسؤولون عن متابعة عن الرصد المستمر والمراقبة للتأكد أن العاملين الصحيين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية مثل التعقيم، مثل لبس الكمام، القفازات إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك، هذه النتائج تساعد المؤسسات الصحية وتبين أن التخطيط المؤسسي منذ بداية الجائحة له أهمية كبيرة للحد من انتشار العدوى، وذلك بإجراءات معينة مثل تحديد أماكن معينة للمرضى المشتبه فيهم وعزلهم عن باقي المرضى. وكذلك تحديد كادر خاص للرعاية بالمرضى المصابين بكوفيد-19، مما يؤدي إلى الخفض من انتشار العدوى. نعم. طيب، الآن هذه الدراسة درست العاملين الصحيين الذين قد لا تظهر عليهم أعراض وهم يعني يحتكون بالمرضى وهم يتواصلون مع الآخرين، هل من الممكن الاعتداد بنتائج هذه الدراسة حتى غير العاملين الصحيين دكتورة، ممن لا تظهر عليهم أعراض أو ممن يكونوا مصابين لكن لا تظهر عليهم أي أعراض؟ بالتأكيد، والدليل أن الدراسة بيّنت أن العاملين الصحيين في الفئات الأخرى، خاصة مثلا الإدارية أو التي ليس لها احتكاك مباشر أو لا يقومون برعاية مرضى كوفيد-19، نسبة إصابتهم أعلى مما رجح العدوى المجتمعية بين هذه الفئة. فالالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء داخل المستشفى أو خارجها ذو أهمية قصوى ويجب الالتزام بها، لأن أي فرد في المجتمع بغض النظر عن المهنة قد يكون مصاب بدون ظهور أي أعراض وقد ينشر العدوى. لذلك ركزت اللجنة العليا على الالتزام الأعلى بالإجراءات الاحترازية وشددت عليها. نعم. طيب، يعني هل من الممكن أيضا أن تظهر الأعراض أو أن يكون أحدهم مصابا وقد أخذ لقاح كوفيد-19 ويكون من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض؟ دراستنا بيّنت أن المجموعة التي ظهر عندها الفيروس خلال أسبوعين من أخذ العينة ظهرت عليهم 25% من هذه المجموعة ظهرت عليهم أعراض، ولكن أعراض بسيطة جدا، فلولا معرفتهم بأنهم حاملون للفيروس كنا توقعنا أنهم قد لا يدركون أنه لأن له علاقة بالفيروس، لأن بعضها أعراض بسيطة جدا. نعم.
نرجو لكم مزيدا من التوفيق دكتورة، وشكرا جزيلا لك على كل هذا الإيضاح في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة أمل بنت ناصر الشبلية الباحثة الرئيسية في الدراسة التي وضحت مدى الإصابة بكوفيد-19 عديم الأعراض بين العاملين الصحيين وبدون إدراكهم. شكرا لكم دكتورة. شكرا لكم على الاستضافة. الشكر موصول للفريق المساهم في هذه الدراسة، لكافة العاملين الصحيين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدراسة، ولولا مساهمتهم ومشاركتهم لما وصلنا إلى هذه النتيجة. والشكر موصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس وإدارة مستشفى جامعة السلطان قابوس. شكرا لكم دكتورة، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق والاستمرار في بحث آفاق علمية أكثر مع هذه الدراسة التي أوضحت أن الإصابات لدى العاملين في الرعاية الصحية من المتعاملين مباشرة مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 أقل مقارنة بالمتعاملين مع المرضى الآخرين، وغيرها من النتائج التي استعرضناها في حلقة هذا الأسبوع. شكرنا موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لحوار مع باحث في الأسبوع القادم، لقاء آخر، إلى الملتقى. حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.